اللغة، على مستوى الفنون السمعية والبصرية، نحت وما إلى. من أوصلنا للحضارة السومرية سوى المنقوش على الحجر؟ من أوصلنا إلى الحضارة الفرعونية سوى الموجود في الأهرامات؟ لذلك نقول أن العمل السياسي يحتاج إلى عمل إنساني يرافقه، والعمل الإنساني يحتاج إلى فعاليات اقتصادية ترافقها. ونحن في العراق أهل حضارة. أي معرض الكتب الفنية جاوز 4000 كتاب، أغلبها باللغة الإنجليزية. الأعمال اليدوية